أعلنت وزارة النقل ارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم قطارين بالبحيرة إلى 15 شخصا ونحو 40 مصابا. وطالب هشام عرفات وزير النقل بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث. وقالت هيئة السكة الحديد في بيان رسمي إن القطار تأخر نتيجة سقوط عجلة من العربة الثالثة، مما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار بالمخزن على السكة الحديد. للمزيد من التعقيب رحب معنا في الاستوديو بالاستاذ مصباح قطب، الكاتب الصحفي ومستشار القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. اهلا بك معنا استاذ مصباح. اهلا وسهلا استاذ مصباح. يمكن عاد مره اخرى سيناريو حوادث القطارات المتكرره، ولكن هذه المره ب 15 شخصا من الوفيات و 40 مصاب. برايك من هو المسؤول عن هذا الاهمال المتكرر؟ يعني كانوا في الواحد زمان في القريه كده وهو صغير كان بيسمع الناس يقولوا انه من النعم الكبيرة جدا على البشر ان الواحد يموت في فرشته، يعني ما يبقاش غريق، ما يبقاش مقتول في حتة، ما يبقاش بقى ميت في قطر في دهس عربية. فالحقيقة الواحد بيبقى شاعر بحزن شديد جدا، وبالذات ازاء هذا النوع من الحوادث اللي بيبقى فيه عدد كبير بيموت مرة واحدة، والواحد بيعزي بالتأكيد زي كل مصر يعني أسر الضحايا. لكن بقول انه يعني مش عايز اقول بقى سيناريو متكرر، لان احنا ما حصلش الحقيقة من فترة حوادث قطارات كان في اهتمام كبير جدا من الحكومه والقياده السياسيه والوزير نفسه بعمليات التحديث، سواء بقى كهربه الاشارات او التواصل ما بين السواقين وبعضهم البعض، او يعني تفادي السيمافورات وتفادي انه الخطوط حد يخش مع خط. منذ يومين فقط كان في حادثه او اكثر من 3 أو 4 أيام، حادثه مخيفه جدا لولا ان ربنا ستر في اللحظه الاخيره، انه لو احنا فاكرين قطرين كان سيتصادم لانهم ماشيين على نفس الخط في المنصورة، لكن في اللحظة الأخيرة تم تدارك ذلك. فأنا بقول ده تحدي الحقيقة قدام وزير النقل، وعليه أن يثبت جدارته بإحداث تغيير عميق في هذه المصلحة التي طالما عانى المصريون من الحوادث والكوارث التي ألمت بها. ومتهيألي ما عادش حج التمويل قوي، لأنه دلوقتي طول الوقت من الواضح أن الدولة قادرة أو عندها إرادة توفير التمويل اللازم لتحديث السكة الحديد.